فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الزيادة بالتسبيح على العشر في السجود والركوع في الصلاة المكتوبة أو غير المكتوبة، هل هو جائز؟ جائز، لكن الإمام ما يزيد على عشر، لا يشق على المأمومين، فالإمام يراعي المأمومين، أما اللي يصلي وحده يطول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم.